نرحب بحضراتكم من جديد، وكالعادة بنبدأ معاكم صباح الخير يا مصر بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومن أهمها إجراء سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتصال هاتفي أمس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للتهنئة بمناسبة فوزه بالانتخابات الأخيرة. وقال سيادة الرئيس أن مصر مهتمة بتعزيز علاقات التعاون الاستراتيجي مع فرنسا على مختلف الأصعدة، وخلال الاتصال تم التباحث حول مجمل موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين. كمان تم التوافق على دعم وتعزيز العلاقات الاستراتيجية على كافة المستويات. كمان امبارح كان في مجموعة من الأحداث والموضوعات المهمة زي إعلان مشروع الحد من الزيادة السكانية 2 كفاية، تحقيق أكثر من 9 مليون زيارة للأسر المستفيدة من المشروع، وكمان المجلس القومي للطفولة والأمومة منع 27 حالة زواج أطفال في المحافظات، وده خلال أجازة العيد، وأخبار تانية هنعرفها من خلال هذا التقرير. مجموعة من الأخبار والأحداث المهمة اللي حصلت امبارح، منها إعلان مشروع الحد من الزيادة السكانية 2 كفاية، تحقيق أكتر من 9 مليون زيارة للأسر المستفيدة من المشروع. ده غير إن عدد زيارات السيدات المستهدفات لعيادات تنظيم الأسرة بوزارة الصحة وعيادات الجمعيات الأهلية الشريكة وصلت لأكتر من 1.7 مليون زيارة. امبارح كمان المجلس القومي للطفولة والأمومة أعلن عن إحباط 27 حالة لزواج أطفال بمحافظات الجيزة والشرقية والدقهلية والبحيرة والإسكندرية وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج. حالات الزواج دي كان مقرر تنفيذها خلال عيد الفطر المبارك، وتم تقديم التوعية والإرشاد الأسري لأسر الفتيات عن مخاطر وأضرار زواج الأطفال وتوقيع الأسر إقرارات بعدم إتمام إجراءات الزواج قبل بلوغ الفتيات السن القانونية. كمان امبارح كشفت الهيئة العامة للتأمين الصحي عن استحداثها بروتوكولات وأساليب علاجية وفقاً للمعايير العالمية لعلاج مرض الهيموفيليا، وقالت الهيئة العامة للتأمين الصحي إنه تم اعتماد بروتوكول لتطبيق العلاج الوقائي لكل مرضى الهيموفيليا مجاناً حسب الفئات العمرية لكل مريض.